السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا الصلاة الثالثة اللي هي كانت في دار الطلبة المسلمين. We just finished the third prayer in Muslim student house. And now we're going to another gathering in south of Birmingham. إن شاء الله. Somebody was actually reversed, going the wrong direction. Stop me. واحد جاي في الطريق المعاكس. غلط في غلط. ده برمنجهام بقى. الساعة 9:30 والناس مستعجلة وعايزة تمشي. فجاي في الطريق مخالف يعني. This man was coming just the wrong direction and he was just stopping me. Very strange. Anyway. الآن ذهبين لمكان تاني في جنوب برمنغهام في تجمع للشباب في حديقة بيصلوا هناك ثلاث صلوات أيضا وإن شاء الله نقابلهم هناك وبيوزعوا دلوقتي اللعب على الأطفال الحلويات على الأطفال كذلك يبقى ده اللي هو المكان نمرة 4 نحن نتكلم عليه في زيارتنا النهاردة للأهالي في العيد اللي هو المركز الإسلامي وبعدين أمانة معاذ وبعدين دار المسلمين. This is our fourth place that we're going to visit إن شاء الله. Community center, community group praying in an open park actually in South Birmingham an area called Selly Oak. The first prayer was actually in Central Mosque. The second prayer was at Mu'ad Welfare Trust. The third prayer was at Muslim Student House. The Eid is about meeting people, greeting people, actually smiling, bringing happiness and joy to everyone, inshallah. والعيد طبعا ان انت بتقابل الناس تقعد مع الناس تتعامل مع الناس يعني وربنا يوفق الجميع في هذا المجال علشان الناس تتفاعل مع بعض في هذا اليوم المبارك والعيد برضك انك تأتي بالسعادة والهناء لأهلك وأولادك كذلك في هذا اليوم المبارك من أيام السنة اللي هو يوم الحج ويوم عرفة ويوم العيد to bring happiness and joy to your family إن شاء الله. الشارع ده اسمه شارع بريستول رود من أكبر الشوارع في برمنغهام واللي على يميني هنا هو دي جامعة برمنغهام وده المركز الرياضي بتاع جامعة برمنغهام في حمام سباحة وفي كذا وفي كذا وكذا. On my right hand side is Birmingham University and you can see the swimming pool and sports center on the left hand side and I'm going now to the South Birmingham to find my fourth place on my journey of today of the first day of Eid inshallah. Now we can start takbir till I find the map and in the map when I find the map I'll have to switch on to find the location and stop live stream. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. On my right hand side, all this is Birmingham University. And they find that the tower
of Birmingham University somewhere here. Actually, I passed it. All this building on the right and left belongs to Birmingham University. Birmingham University is one of the largest and oldest university in the whole of UK. And this is where I was qualified with my Doctor of Medicine in 1991 from the Medical School of Birmingham University. All these buildings on the right and on the left belongs to this great university, which I belong to this university. I am one of the alumni. على اليمين والشمال دي مباني جامعة برمنغهام اللي عم نتكلم عنها، اللي من أقدم وأعرف الجامعات، إنه هو أكبر الجامعات في بريطانيا، وتخرجت منها وأخذت الدكتوراه عام 1991 من هذه الجامعة العريقة إن شاء الله من كلية الطب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب ووحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. طبعا الشارع ده هو من أكبر الشوارع، أنا كلمت عنه قبل كده، بريستول رود. وأنا راح دلوقتي عند الجنوب بتاع بريستول رود علشان أشوف المكان اللي فيه الجماعة بيصلوا العيد المجموعة الرابعة إن شاء الله. This is in Bristol Road as well. I'm going south Birmingham to see the fourth group, and I will excuse you to find the map. I have to stop here and stop the live stream to find the map for the new location, inshallah. Thank you. See you another position. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.